حالة الاستقرار السياسي الحاد اللي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة تصاعد معها عمليات العنف والدماء، جعلت هناك مخاوف كثيرة من وجود حرب أهلية أو اقتتال داخلي مصري. هل حضرتك شايف أن مصر ممكن تنزلق إلى هذا المنزلق؟ كلا، لسبب بسيط وهو وجود الجيش المصري. يعني إذا افترضنا للحظة أنه في 30 يونيو 2013 لم يكن هناك من جيش مصري، أو أن الجيش المصري لم يتدخل بشكل أو بآخر، أعتقد أن الاحتمال كبير كبيرا جدا وجدا جدا بأن تنزلق الساحة المصرية إلى لا سمح الله حرب داخلية طاحنة، لأنه كان هناك أكثرية بين المصريين يرفضون حكم الإخوان، من جهة أخرى الإخوان تنظيم موجود ومنظم وفاعل وعقائدي. إيه طبعا وفاعل، وبالتالي لا التنظيم كان مستعد أن يتناحى عن ساحة، ولا أكثرية المصريين كانوا مستعدين استمرار في حكم الإسلام وترسيخ هذا الحكم في مصر، مما كان سيؤدي إلى فتنة. على وجود الجيش وتدخل الجيش بالشكل الذي تدخل به، أنا برأيي قطع الطريق على أي محاولة لأي حرب أهلية في مصر، فانتقلنا إلى next worst، وهو العمليات الأمنية التي شهدناها بداية في سيناء ومن ثم في القاهرة ومن ثم في المناطق المصرية المختلفة، ولكن هذه تبقى أحداث أمنية محدودة في الزمان والمكان، لا تؤدي إلى شيء من جهة، ومن جهة أخرى تكمل المسيرة الدستورية تبعا لخارطة الطريق، كما شاهدنا مثلا عندنا استفتاء على الدستور في 15 كانون 2 2014، من بعد عنا انتخابات نيابية، من بعد عنا انتخابات رئاسية، وبالتالي اتباعا ستعود الحياة السياسية الطبيعية إلى مصر بالرغم من هذه بعض الأحداث الأمنية. تمام. المجتمع السياسي العربي أو الساحة السياسية العربية استقبلت بعد 30 يونيو اسم جديد، أو أضيف إليها اسم جديد، وهو اسم الجنرال عبد الفتاح السيسي. نظرة حضرتك للسيسي إزاي؟ أنا بعتقد إنه لولا السيسي ما كان الجيش المصري دخل بالشكل يلي دخل فيه، وما كنا تجنبنا يمكن حرب أهلية في مصر. يعني شفنا مثلا المراحل السابقة، طبعا مع احترامي لكل وزراء الدفاع الذين توالوا تباعا، بس كان ممكن لو كان هناك شخص غير اللواء السيسي، الفريق السيسي، كان ممكن الجيش يتقلص دوره أو لا يتدخل تحت عنوان أو عنوان آخر، أو ممكن كان أن يخترق، أو ممكن كان أن يتشرذم، ما حدا منا في يقدر. بس بوجود اللواء السيسي لا، يعني الجيش ظل مؤسسي متراصة جدا، وتدخل حين وجب التدخل وبشكل محدود جدا، لم يتعدى الدور المناط بالجيش تماما، لم يكن تدخلا في السياسة. أنا برأيي التدخل اللي عمله الفريق السيسي في اللحظات الحاسمة في 30 يونيو و1 و2 يوليو كان كناية عن دورا أمنيا أكثر منه دورا سياسيا. على أثر هذا التدخل برز اسم اللواء السيسي كشخصية سياسية، هذا بحث آخر يترك للشعب المصري أمره.